هذا البرنامج برعاية اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. كنا بنتكلم انا والمهندس مصطفى النجاري عن مبادرات البنك المركزي اللي كانت بتمنح قروض للقطاع الانتاجي في مصر سواء صناعي او زراعي او واتيفر بفوائد قليله. النهارده مضطرين ان هم ياخدوها بفوائد مرتفعه ودي لها اثار سلبيه. اتفضل يا باشمهندس كمل. احنا وصلنا قبل الفاصل الى ان اللي احنا بصدد الكلام عليه القطاع الزراعي كان هناك مبادرتين، مبادرة ب8% دي للشركات اللي هي حجم الانتاج بتاعها فوق 50 مليون، واللي تحت 50 مليون بيعتبروها صغيرة بتاخد 5%. المبادرة 8% تم تحويلها لوزارة المالية، يعني كان بدل ما أنا بروح للبنك بتاعي والبنك بتاعي عنده البيان بتاع النشاط بيبص في الشركة بتاعتي لاني ان انا شغال في نشاط زراعي، لو انا شغلي في الميزانية بتاعتي فوق 50 مليون يبقى انا هاخد ب8%، لو انا شركة تحت 50 مليون هيديني ب5%. وكانت العملية ماشية بهذا الاطار، وكنا شايفين ان دي بتساعد القطاع الزراعي ان هو ينمو ويزود استثماراته والكلام ده كله. اللي حصل انه تحولت لقيمة، اي نعم ان القيمة المخصصة للائتمان الزراعي تعتبر من الاكبر، هي وسياحة هتاخد 55 مليار جنيه، ولكن هي قيمة لا تعبر عن الاحتياج للزراعة في الوقت القادم. احنا في ازمة وداخلين على مشكلة كبيرة في اللي احنا قلنا عليها وخلصنا من مؤتمر كوب 27 ليها. فال 55 مليار دي لا، محتاجة انها تتضاعف عشان اقدر احقق تنمية في القطاع الزراعي واكب الاحتياجات المستقبلية اللي انا شايفها خلال ال 28 ولا 27 سنة اللي جاية على الاقل. وتم تحويلها فقط الى احد الانشطة في الزراعة، واحنا زي ما بنقول الزراعه مش بساتين ولا هي شجر ولا هي ده، نشاط متكامل في ثروه حيوانيه، في اسماك، في دواجن. استاذن حضرتك بس دكتور مجدي حسن. يا دكتور مساء الخير استاذ محمود. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. الساده المشاهدين، الدكتور مجدي حسن النائب السابق لرئيس مجلس اداره اتحاد منتج الدواجن في مصر ورئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر، إحدى الشركات الرائدة والعملاقة في حماية الثروة الداجنة والحيوانية في مصر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بسعادتك. أهلا وسهلا. معايا المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الحبوب في اتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في جمعية رجال الأعمال المصريين. بنناقش مشكلة الحبوب بشكل عام وأزمة الحبوب في مصر، ومنها الذرة والصويا أو كسبة الصويا الموجهة لصناعة الثروة الحيوانية والداجنة في مصر. حضرتك رؤيتك إيه لحل هذه الأزمة بشكل عام؟ هو طبعا احنا في وقت بنواجه كارثة كبيرة جدا، يعني عاصفة بالصناعة من جذورها، ولكن احنا طبعا كنا بنتكلم دايما على التخطيط والتنظيم للصناعة وكده. يعني للأسف الشديد نتيجة سوء التخطيط وتنظيم الصناعة احنا بنجني ثمار هذه العشوائية في الأزمة الموجودة حاليا. ولكن احنا برضو كل الوضع الحالي ده لازم برضو احنا نقترح حلول او نجد حلول ليه. يعني فأنا شايف إن الحلول موجودة في إيد البنك المركزي ودولة رئيس الوزراء، إن هو أولاً يفتحوا إيداعات الدولار بغض النظر عن مصدرها إيه لفترة معينة،
في نفس الوقت القيود اللي احنا بنعملها من خلال ملحق أربعة دوت. ملحق أربعة أساساً ده كان أساساً بيان إحصائي فأصبح النهاردة مستند أساسي للإفراج عن أي حاجة. فلازم يعني إن احنا نغير الفكر شوية، نخرج عن طريق الصندوق بحلول واقعية وغير تقليدية. يعني في نفس الوقت النهاردة في ناس عندها مقدرة إنها تدبر الدولار، بس النهاردة الناس لما تدبر الدولار بتسأله على مصدره جايبه منين. المفروض إن احنا النقطة دي بالذات نتجاوز عنها لفترة معينة، 3 شهور 6 شهور، لغاية ما نحل الأزمة دي يعني. طيب يا فندم، إذا أتيح الدولار البنك المركزي بالفعل عنده النواة الحسنة لأنه بالفعل يفك هذه الأزمة، ولا ممكن يحول الدولار لقطاعات أخرى؟ لا، أنت في الحالة دي كمنتج أو شركة هيكون عندك الدولار وتحطه في حسابك وتغذي به الاعتماد أو سداد المستندات تحت التحصيل. بس هي المشكلة النهاردة البنك المركزي هيسألك لك الدولار دي جايبها منين؟ طبعا، كل حصيله تصديريه او جايب من جهه معينه معلومه، وده طبعا مش متوفر مع كل منتجين الدواء جدا. نعم. طيب حضرتك شايف ايضا انه في مراقبه لكل اللجان اللي عملتها الوزاره من خلال الجهات الرسميه على الرقابة الصارمة على التوزيع العادل لمدخلات الإنتاج اللي بيفرج عنها من الموانئ، بتتوزع فين وبتتوزع صح ولا لا؟ وإيه اللي سبب إن النهاردة الصويا إذا أتيحت فسعرها فوق ال 34 ألف جنيه والناس مش لاقينها؟ ما هي المبدأ نفسه، هل السلعة متوفرة ولا لا؟ طبعا عدم توافر السلعة نتيجة عدم وجود الدولار ده بيخلق على طول احتكارية تربح بأرقام فلكية جدا، ودي أساس المشكلة. فالنهاردة حلها الجذري إن أنا زي ما احنا اتكلمنا كده توفير الدولار. طب لو الدولار مش متوفر، لازم النهاردة هسأل الراجل المستورد البضاعة دي راحت فين والمين، ولازم أدقق كمان إن راح للمستهلك النهائي سواء مصنع علف أو مزرعة أو شركة إنتاج من الشركات الكبيرة للدواجن، بحيث إن احنا نضمن فعلا ان الافراجات او الكميات دي راحه لمستهلكيها وليس راحه للوسطاء بيحاولوا ينتهزوا الفرصه ويتربحوا ارباح فلكيه يعني. طب من حوالي شهر يا دكتور مجدي قرانا بيانات قالت ان البنك المركزي سوف يعيد الامر الى السابق لموضوع الاعتماد المستندي، واحنا هنفرج بمستندات التحصيل، وده الموضوع القديم اللي كان كل مستورد في مصر في من مبدأ الثقة بينه وبين المورد بتاعه في الخارج اتفقوا على ديبوزيت وسدد براحتك. دي كانت ممكن تحل مشكلة تدبير الدولار. الحاجة التانية اللي سمعناها امبارح فقط أو قرأناها من بعض الجهات، قالوا أنه هيكون في قرار إفراج جماعي لكل مدخلات الصناعة اللي موجودة في الموانئ بالأجل لمدة 6 شهور للتسديد. وصلنا فين في الحاجتين؟ والله احنا بنسمع أخبار كتيرة، ولكن اما نيجي على حيز التنفيذ على ارض الواقع للاسف ما بنلاقيش الكلام ده بيبقى له تنفيذ بالشكل اللي اتقال عليه يعني. فلغايه هذه اللحظه احنا ما زلنا في ازمه، ما زال عدم افراج كميات الذره او الكوز بالصويا او بذره الصويا مش بتوازي احتياجات السوق الفعليه. العبره بالنتيجه يعني. النهارده ما احس ان الاسعار رجعت لطبيعتها سواء صويا او ذره، يبقى انا بالتالي تم الافراج بالكميات اللي تكفي احتياجات الناس كلها وبتقضي على المبالغه في الاسعار والاحتكار وسوء السوق. اشكر حضرتك دكتور مجدي حسن، الرئيس السابق لاتحاد منتجي الدواجن ورئيس المجموعه الدوليه للتبادل التجاري الحر IFT. بشكرك يا دكتور. شكرا. ايه راي حضرتك؟ الدكتور مجدي الحقيقه قال نفس ما قلناه، ان هي مشكله تدبير وتوفير الدولار اللي يقدر يسدد. اللي حضرتك اشرت اليه الى انه كان اعتمادات مستنديه وابتدت تتحرك للسداد مقابل المستندات، هي اليه، ولكن لو الدولار مش موجود ما هو لا ده هيطلع ولا ده هيطلع. يا بيه انا كنت بسدد 10% والمورد بره مبسوط وراضي. ما هو في الاخر انت ليه تلزمني ان انا اسدد 110%؟ مش انا،
البنك في الآخر هو اللي بينتقل إليه، أنا بجيب له المصري، نعم، بحط له الجنيه المصري المعادل لقيمة الدولار، وبقول له حول هذه القيمة بالدولار للعميل بتاعي. أيوه. هو ما عندوش دولار. فالقصة اللي حضرتك بتقولها، حتى لو وصلنا لمئة يوم أو 90 يوم، بيظل البنك خايف لأنه بينتقل إليه التعهد. يعني أنا بديله جنيه مصري، بس هو متعهد أنه يحوله دولار ويحوله للراجل، عشان بيديك نموذج أربعة اللي هو أشار إليه الدكتور مجدي، اللي هو دي الآلية أن احنا بنفرق بيها عن بضايعنا. معايا نموذج أربعة، يبقى البضاعة دي هتتسدد سواء بكرة سواء بعد 30 يوم بعد 6 شهور، دي اتفاق التجاري ما بين المشتري والبائع. إنما البنك بقى وسيط، وبقى هو الملزم أنه يسدد الدولار، ما عندوش دولار ومش عايز يتعهد بده، يديك الورقة اللي هي بتقول خلاص انت سددت لي مصري وانا اللي متعهد بالدولار، ما عندوش دولار، فمش راضي يلتزم بهذا. حتى لو 6 شهور، حتى لو سنة، لابد ان يكون هناك وفرة من الدولار. الجزء اللي قاله الدكتور مجدي الحقيقة اللي هو ان المفروض يبقى فيه تسهيل في عملية توريد الدولار للبنك، ما يبقاش فيه تدقيق. لا، صدر من يومين تعليمات من السيد محافظ البنك المركزي بثمان نقاط. النقطة السادسة منهم هي دي، اللي هو أشار لمديرين البنوك ورؤساء البنوك، ما تسألش عن مصدر التدبير، ما يعني المرونة، تكون مرن في استقبال الدولار. نعم. على أساس، ولكن قد إيه هتجيب، قد إيه هل هتغطي الاحتياجات؟ وإحنا ما تم إعلانه من 4 أيام أن حجم البضائع اللي موجودة جوه المواني من مواد أساسية ومدخلات 6 مليار دولار. حجم البضائع اللي موجودة في المواني المصرية وصلت ل 6 مليار دولار. محتاج النهاردة 6 مليار دولار عشان تدخل هذه البضائع، اللي هتعمل توازن سعري، هتعمل بدل ما نقول الصويا ب 34 وب 32 هتبقى بسعرها الطبيعي، ترجع لل 26، ترجع لل 25. ولكن سعرها الطبيعي النهارده مع السعر للدولار النهارده 17,000. يعني ما انت حضرتك ده مش واصل. نعم. ده سعر البورصه. فانت حضرتك بتحط نولون عليه وافراجات وبتحط مصاريف عندنا مصاريف. يبي يوصل ل 20. لكن اللي انا عايز اقوله انها عشان توصل لده لازم تبقى اللي يسموها حلقات سلاسل المد الامتداد التجاري تبقى ماشي، تبقى الحركه ماشيه. يعني يبقى كده اسمها السلاسل الامداد اللي مرتبطه بهذه السلع لازم تبقى ماشي. بتيجي تقف عند فين؟ عند الدولار. احنا عملنا كروسنج وما مشيناش وقت اللي احنا ماشيين. عاوز ارجع تاني نفس ما قلناه، الفلاح هيجني ايه من الاجراءات اللي حصلت في قمه المناخ؟ بص حضرتك، ده دور الحقيقه. يعني انا الحقيقه بقول لا، مصر كسبت كتير جدا 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 من مؤتمر المناخ. الحقيقه مصر دي كيانات وافراد. انا عاوز الفلاح من مصر استفاد. الفلاح في الاخر في صندوق محطوط، احنا جايبين يوم الحد القادم، وانا بدعو حضرتك طبعا شرفنا في جمعية رجال الاعمال الاستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي الله. عشان هنتكلم على اليات التمويل الجديدة، لان احنا لينا افكار ولينا رؤى، وهو رجل صاحب فكر الحقيقة متطور. هو نقل البنك 180 درجة للأمانة. نقل الحقيقة وبنوجه له كل عنده مرونة. الحقيقة الراجل لما اتكلمت معاه أول امبارح مساء، الراجل قال لي أنا هاجب فريق التمويل كامل، قطاعات صغيرة متوسطة وقطاعات كبيرة، بحيث إن احنا نقدر وعندنا كتير نقوله للفلاح وعندنا كتير نقوله للمنتج الزراعي. أنا عايز أشير لنقطتين إذا أسنتين. اتفضل. من المشاكل اللي احنا قلناها في كاب 27، احنا في جمعية المصدرين المصريين، جمعية اسمها اكسبولينك، انا بشرف ان انا نائب رئيس مجلس الإدارة، وقعنا بروتوكولين مهمين جدا الشهر اللي فات. حلو. اول بروتوكول مع شركة اوروبية كبيرة بتعمل حاجة اسمه السمارت فارمينج، المزارع الذكية، واخترنا هذه الشركة لانها بتشتغل على الكائنات الصغيرة مش الكبيرة. يعني لو واحد عنده 500 فدان 1000 فدان لا ماليش دخل بيه، هو يتصرف. انا بشتغل على القطاعات الصغيره
لغاية فدان ثلاثة خمسة فدان أربعة فدان. بتعمل إيه هذه الشركة؟ الهدف الأساسي إنها بتدي طبعا إرشاد. هذا الإرشاد بيتم من خلال آليتين. قالوا الموبايل لوحده أن أنا بعت الداتا ما بيجيبش النتيجة، لا بعين، يعني هي شركة هتعين مهندسين كتير في مصر، مهندسين دول مصريين، مركز البيانات والمعلومات مصري ليس حاجة برة، كل الداتا هتبقى في مصر، بحيث انه هيحط اللي بنسميها المحطة، المحطة دي اللي هي الساتلايت القمر الصناعي، وسنسورز الحساسات بتتوزع، وبياخد البيانات كلها من دكاترتنا المصريين اساتذتنا في البحوث والفند منين او الكلام ده كله. الفند منين؟ هقول لحضرتك، هي طبعا شركة بتقدم هذه الخدمة، هي طبعا بتعمل هذا الكلام في 6-7 دول في اوروبا. اعلى تكلفة ليهم في الفدان حوالي 16 يورو، بس دول ناس غاليين، يعني اوروبا ده المهندس بياخد له كام يورو، وده بياخد له يعني التكاليف غالية. هي في مصر احنا شغالين على اساس انها تبقى تكلفتها لا يتم تمويلها من الفلاح، يعني الفلاح من النتيجة بتاعته، يعني انا هقدم خدمة وبقول لك شوف النتيجة بتاعتك تحسنت ولا ما تحسنتش. جابت لك 100 جنيه هاخد منها 2 جنيه 2%. هتبقى 2% من الزيادة بتاعتك. من الزيادة ولا حاجة. طب لو ما جبت الزيادة مش دافع؟ لا ما جبتش خلاص. طب اللي هيحدد مين ان انا جبت او ما جبتش، زدت او ما زدتش؟ قاعدة بياناتك. قاعدة بياناتك، وكلها بتبقى حاجة اسمها كلاود داتا سيرفيس. الكلاود دي اللي هي السحابة، اللي هي زي في الموبايل لما البيانات بتكتر عندك بتقوم مبعتها في حتة اسمها السحابة. هي كلها بيانات الزراعة، احنا عايزين نصل لبيانات كويسة، عايزين نصل لإنتاجيات سليمة لزيادة الإنتاجية، وفي الآخر هنخلص إلى إن احنا نجمع الناس الصغيرين دول. طب جيت انفورميشن، يعني هي تاخد المعلومات دي منين؟ مننا كمصريين، من ما عندناش. لا يا فندم، ما عندهاش ده، ما عندناش منطقة ده حقيقي. بص يا فندم، كل منطقة الناس اللي فيها هو عارف، عمل تحليلات، هيتاخد تحليلات للتربة، تحليلات للمية، الأصناف اللي انت شغال بيها، وهو في الآخر هيطورك يقولك اتفضل ادي في أصناف أفضل، اتفضل ادي تستخدم المبيدات بنسب، ونجحوا ان هم يقللوا مدخلات الزراعة من 18-22، يعني مية وأسمدة ومبيدات قلوا بالنسب دي وزاد انتاجك. فهو بيقول لك الفيصل بيني وبينك حاجتين، هتحاسبني ان انا ناجح معاك بحاجتين، مدخلاتي قلت وانتاجي زاد. ودي شركه خاصه ولا كيان دولي؟ شركه انت عارف حضرتك الشركات الاوروبيه بتبقى يعني مالتي ناشونال، لكن هي شركه الاساس بتاعها يوناني. والتقينا معاهم وقت، اليونانيين اصدقائنا واخواتنا وحبايبنا، بيحبوا مصر. وطبيعتنا قريبه من مصر. بل بالعكس، انت حضرتك ابتدينا التحدث من حوالي شهر على ان هم عندهم مشكلة عمالة زراعية كبيرة جدا، وابتدينا نتكلم معهم على اساس ان هم ياخدوا عمالة من مصر. هنورد لهم عمالة؟ مش كده، ده تم توقيع امبارح اول اتفاق ب5000 فلاح هيطلعوا. الخبر الحصري من برنامج الارض للعمالة الزراعية المصرية، الفرصة سانحة لتصدير 5000 عامل مصري زراعي من مصر إلى اليونان. هم فرص عمل طبعا. وطبعا الحكومة المصرية لما ابتدينا احنا التحدث في هذا الكلام، هي قامت بالمبادرة انها تتولى هذا الكلام عن اي جهة. وزارة القوى العاملة هتكون شريك لتحرير عقود العمالة دي ولا يطلعوا كده اندفيدوال؟ لا عن طريق الوزارة، لان طبعا بلا شك هو جزء منها. ان جزء من هذه الفلوس هيبقى باليورو. هيبقى في مصر. نعم. والجزء الثاني يعني عارف حضرتك برضو احنا محتاجين اذا الهدف متعدد المنافع. متعدد تمام، ان انا اجلب عملة صعبة، اصدر خبراتنا الزراعية لليونان، وهم طالبين اكتر. يعني انا مش عايز اقول ارقام اللي اتقالت لي، مش المفروض اعلنها، ولكن لا، هم مستعدين لارقام كبيرة من المنتج الزراعي المصري. طبعا احنا بنشوف هذا الكلام الى ان الدول محتاجه الفلاح، محتاجه الفلاح اللي بيزرع، واحنا في مصر ما زلنا هنخش على ملف الرز بقى. فاكرين زمان يعني فاكرين زمان من اول السبعينيات والثمانينات والتسعينيات؟ لا، ما كانش التسعينيات طبعاً. انتهت بحرب عاصفه الصحراء على العراق. لما كانت العراق طبعاً منطقه جاذبه للعماله المصريه، رحنا زرعنا وعمرنا،
في ليبيا حصل، في السعودية، في الإمارات، في كل دول العالم. وفي النهاية قلنا معقولة العمالة المصرية خلاص ما عادش لها منفذ؟ ليه بيتم التضييق عليها؟ قلت لكم المكسب الوحيد من أنك تستضيف ضيف فاعل ويعرف يعني إيه مصر وبيت مصري وأرض مصري وعامل مصري، تقدر تخرج بهذه الأخبار اللي تسلق الصدر فعلا. دي باكورة لحلقتنا النهاردة، إن في فرصة لتصدير العمالة إلى اليونان. اليونان فركت كعب سواء بالبحر أو بالطيارة من مصر. النقطة الثانية إلى البروتوكول الثاني المهم. أنا عايز أضيف إلى إن حضرتك لما أشرت لي مرحلة زمنية معينة، العالم تطور في هذه الفترة من السبعينات والثمانينات حتى هذه المرحلة. في تدريب هيتم وفي تطوير لأداء الفلاح المصري، ده من خلال اللي هيروحوا ومن خلال البروتوكول اللي وقعناه، ان هيبقى في شركات بتيجي وبتشتغل لتطوير الفلاح أداؤه وإنتاجه. احنا عندنا ميزة دكتور قليلة انك تجدها في العالم، انك مساحة الأرض المصرية مستوية ومنبسطة، تكلفتك في الطاقة تقريبا قليلة حتى لو بنشتكي، ولكن في دول بتصل الى 70-80% من التوبوغرافيا بتاعتها جبال ومع ذلك بيزرعوها. ده بيدفع طاقه رهيبه طبعًا جدا طبعًا وتكاليف رهيبه طبعًا. فاحنا عندنا ربنا مدينا مميزات. البروتوكول الثاني، البروتوكول الثاني تم الاتفاق مع برضو من خلال جمعيه المصدرين المصريين اكسبولينك على توقيع اتفاق مع اكبر شركه معارض زراعيه في ايطاليا اسمها ماك فروت. شركة معارض زراعية في إيطاليا بالضبط، بيعملوا معرض سنوي. هذا المعرض معرض بتعرض فيه منتجات زراعية، بتعرض فيه ميكنة، بتعرض فيه خدمات زراعية، أدوات تعبئة. ده موازي كده لفروت لوجيستيكا، فروت بتاع برلين. يعني أنا بقول طبعا فروت لوجيستيكا هو أكبر معرض زراعي في أوروبا إن ما كانش يكون في العالم، ولكن أنا بالنسبة لي بوابتي إيطاليا. يعني خليني أبص لرؤية، أنا النهاردة بدرس بواخر سريعة وعايز بواخر تشتغل. أقرب المواني اللي بتدخلني إيطاليا، وأقرب طبيعة لمناخ زراعي في دول الحوض ليا هي جنوب إيطاليا وجنوب فرنسا، بس إيطاليا أقرب لي. وطبيعة العلاقة ما بين مصر وإيطاليا، هي أكبر شريك أوروبي ومنها أقدر أعمل فوب في وهي بتخش. فالحقيقة وده اللي بيعمله للحقيقة للأمانة يعني النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري، بوجه له تحية الحقيقة، عامل شغل كويس قوي بالتعاون مع اللي هو كامل وزير، اللي هو وزير النقل، اللي بيدرسه النهاردة البواخر، يعني البواخر السريعة اللي مصر بتفتقد بالحقيقة. فإيطاليا هي من أكتر من زاوية أنا بعتبرها بوابة هامة للغاية. إيطاليا بتعاني، عندهم طبعا مشاكل طاقة، مشاكل ارتفاع أسعار غاز، الحقيقة بتفقد تنافسيتها، وبينبهروا من ما وصلت إليه مصر من زيادة في حجم الصادرات بتاعتها. ودي ملف تاني نبقى نفرض له قاعدة تانية، لأن بنقول لابد الخريطة الصادرات المصرية نشتغل عليها شوية. لأن أنا لو بقول وفق بيانات وزارة الزراعة أن أنا بصدر 4.8 مليون طن أو 5، أكتر من 50% منهم برتقان وبطاطس، سلع رخيصة الثمن. فلذلك العائد من عملية التصدير حصاد زراعية بتاعتي ما بيبقاش كبير، لأن المنتجات أنا فيها 50-60% بطاطس وبرتقان مع احترامي، ودي حاجة هم عاملين سمعة جيدة جدا للمنتج الزراعي المصري الحقيقة، ولكن محتاج ان انا اعدل شوية واخش على حاصلات ذات قيمة مرتفعة. انا عايز اوصل لمئة مليار. كل قطاع لازم يشتغل جوه نفسه، قطاع الزراعي عشان اقدر ازود وصل من 30-100 محتاجة ازود 30%. طب هنعمل ايه في معرض ماك فروت؟ ماك فروت بقى نجحنا الحقيقة بعد فترة من التفاوض للآتي. هيدونا مساحة تسمح ل 15 مشترك مصري، وانا 15 شركة، ولكن ان شاء الله ان شاء الله هنضاعفها بعد لما نعلن على
الموقع بتاع المعرض والجناح المصري، ان احنا بنتفاوض عشان ناخد موقع مميز داخل هذا المعرض. هذا إذن المعرض الخبر جناح مصري للصادرات المصريه في معرض ماك فروت ايطاليا اللي هو زي ما قلت في الفاصل خدته من المهندس مصطفى، من 3 إلى 5 مايو 2023 ان شاء الله. الحقيقه نجحنا بالتفاوض وفي علاقات ما بين مصر وإيطاليا، وفي رغبة شديدة جدا من القيادتين السياسيتين في هذا الوقت في مصر وفي إيطاليا إلى أن نرجع تاني. العلاقات أنت عارف حضرتك كانت واجهت بعض مشاكل، ولكن لا، السفارة الإيطالية نشطة جدا جدا بقالها على مدار شهر شهرين، وفي شهر 12 جاي مجموعة من رجال أعمال كتير، حوالي يمكن 92 رجل أعمال إيطالي. لكن نظرا لهذه العلاقات، احنا عندنا غرفة التجارة المصرية الإيطالية ولا ما فيش؟ موجودة يا حسن خالد أبو مكارم. خالد أبو مكارم. فالمهم إن نجحنا إلى أن يتحمل الجانب الإيطالي مصاريف الطيران ومصاريف الإقامة للعارض المصري كمان. يعني أنا الشركة المصرية. اللي بينه وبين فروت لوجيستيك، لا فروت لوجيستيك حضرتك بتاخد مساندة من الدولة من 30-40% من صندوق تنمية الصادرات، بس التذاكر غالية والإقامة غالية جدا، وقيمة المتر مرتفع بيصل إلى 400 يورو 420 يورو. لا احنا هنصل إلى أن يبقى تحت 300 كمان. فأنا هدي سعر متر منخفض، هدي لكل عارض مصري تذاكر طيران ببلاش وإقامة ببلاش. حتى كانوا هم الجانب الإيطالي بعد دورة مفاوضات اداني تذكرة واحدة للعارض وإقامة يعني إقامة فردي. قلت له لا، قلت له المدير اللي جاي ده هيقف يبيع ولا يقف يقابل ناس ولا يقف يزور مواني، لأن أنا عامل في هذا المعرض زيارة للمواني اللي محيطة بإيطاليا هتخدمني، لقاءات مع الحجر الزراعي الإيطالي، المعامل الإيطالية، كل حاجة بحاول بقدر الإمكان. أو كلنا طبعا احنا فريق عمل، تعرف ده ذكاء أوروبي وليس الله يبقى. يعني ذكاء أوروبي. احنا نتمنى ان معارضنا الزراعية ايضا تبقى بالشكل ده علشان تبقى على مدار العام نلفت نظر العارض نحوله الى سائح بإذن الله. الفلاح زعلان منا، كل أسرة مصرية النهاردة مشغولة بكيلو الرز. ايوه صح. ايه اللي حصل وحله والأزمة دي تتحل ازاي؟ والله بص، انا اللي يسمع مني ما قلته في خلال ال 30 دقيقة ولا 40 دقيقة الفاضية اللي فاتت، ان احنا الفلاح مهم. الفلاح هو الجندي الاخضر في المعركة الطاحنة. لما اقول ان الغرف التجارية الزراعية في البحر الابيض اجتمعت وأصدرت إنها في أزمة كبيرة في سلاسل الإمداد، أما نتكلم إن أنا ما عنديش دولار يغطيني، لما أتكلم إن أنا الفلاح هو اللي أنا محتاجه عشان أغطي الأزمة اللي هتجيلي من التغيرات المناخية، لابد إن هذا الفلاح بقى، هذا النموذج الجميل أتعامل معاه بآليات أخرى. طب يا فندم، ملف أنا الرز السلعة الوحيدة اللي عندي فيها إتاحة وفائض، الشعب المصري عاوز علشان يبقى مبسوط، أو كيلو الرز يبقى موجود في كل بيت وعلى كل رف حر كده، عاوز يتباع بعشرة جنيه ويبقى الفلاح ربحان منه، أنا محتاج 3 مليون طن رز أبيض. أنا عندي النهاردة مش أقل من 6 مليون رز أبيض موجودين. لا، ما عندناش 6 مليون، عندنا 7.5 مليون شعير أو 8 مليون شعير. يعني البيانات طبعا اللي موجودة ما هياش، يعني ممكن نتفق ونختلف، ولكن أنا فلاح وجاي امبارح من البلد وشايف الرز قد إيه موجود ومتاح. موجود موجود الرز موجود يغطيني، موجود يغطي احتياجات مصر، وبقول إن الاحتياجات قلت، لأن دايما احنا كنا بنقول في طرفين لمعادلة، العرض والطلب، وهي قاعدة أساسية، ولكن في ضلع تالت دخل هو القدرة، قوة شرائية. قوة شرائية، القدرة ان انا اقدر اشتري. ما ممكن تتعرض السلعة ويكون لها بديل اخر ارخص، وانا قدرتي ما تقدرش على الغالي، فهضطر ان انا اشتغل البديل على المكرونة البديل. والمكرونة من الدقيق والدقيق يعني النهاردة برضو حدث ولا حرج. ولذلك انا بقول احنا اخطأنا ان احنا اعتبرنا ان الرز طالما سلعة جوه بلدنا ومصرية ومتكلفة مصري يبقى لازم اشتريها رخيص، او لازم اشتريها بسعر بلجنة. ليه؟ لا،
هناك فرق رهيب بنتعلمه كلنا، وأتمنى أن احنا ما فيش حد كبير على التعليم. هناك حاجة اسمه سلة غذاء، أهم من السلة دي لا تفرق حاليا ما بين ما هو منتج عندك واللي انت جايبه من بره. نعم. لأنه هم قاعدين في حتة واحدة بيخبطوا في بعض، ولذلك نجد أن الرز استخدم استخدامات غير الغذاء. لما يرتفع أسعار العلف بلا شك بيخش جزء منه طبعا، بلا شك وحصل. خلاص إيه الرز ما زال عند الفلاح يا معالي وزير التموين، ليس عند تجار. ما فيش تاجر، التاجر مش غبي، تاجر أذكى ولا يفرج الفلاح عنه إلا إذا حس بالزبط. بالعدالة. لا بالظبط، تمام. أنا بطالب دائما لو أنت عينت على كل بيت فرض مباحث وده مش هيحصل، تراقب الرز، مش الرز لن يفرج عنه. الفلاح خايف يطلعه يبيعه علشان ما يتصدرش منه، لابد. الفلاح خايف لا شقاه يتسرق ويتباع بالبخس، وانه تكلفة الانتاج النهاردة عالية جدا. انا بقول ان المنتج الفلاح بتاع الرز هو منتج لسلعة ولكنه مستهلك لكل السلعة. فانت بتيجي تعاملني في منتجي بآلية ومش قادر تسيطرني على الاسعار اللي انا مستهلكها. انا بتمنى منه، انا بشكر حضرتك، يعيدوا تاني الدراسات السعريه خصوصا بعد تحرير سعر الجنيه المصري مره اخرى. نعم. لابد ان نتحرك مع الاسعار يا جماعه وفق عرض وطلب. نعم، انا بشكر حضرتك مهندس مصطفى النجاري. لما بني حلقه النهارده بقول لكم احنا موعدين بكره في حدائق الاورمان التاريخيه في الجيزه مع مهرجان من أهم المهرجانات اللي بتشهدها مصر، وهو مهرجان الزيتون المصري. ومصر الأول مرة بتعمل هذا المهرجان. هذا المهرجان فيه فعاليات مهمة جدا، في ندوات علمية، في محاضرات لست البيت، ازاي تستهلك زيت الزيتون، وللمزارع ازاي يزرع الشجرة وازاي يحولها إلى إنتاج مثمر، ازاي نرفع قيمة إنتاجنا من الزيتون، ازاي نعمل قيمة مضافة من منتج الزيتون، ازاي نحافظ على شجرة الزيتون في مصر. المهرجان بكرة يفتتح وزير الزراعة في حضور ثلاث محافظين مهمين جدا، محافظ الجيزة بصفته المحافظ المستضيف للفعالية، محافظ الوادي الجديد، محافظ مطروح، بما انهم اثنين من المحافظات اللي بيهتموا جدا بزراعة الزيتون. ادعوكم جميعا لحضور هذا المهرجان، والمهرجان ده بيجي بعد انتهاء مهرجان العسل اللي استضافته القاهرة ايضا في دورته الخامسة، وده كان في قاعة مؤتمرات مدينة نصر. في نهاية الحلقة بشكر ضيفي العزيز المهندس مصطفى النجاري اللي دائما بتجيلنا بثمار، وانا اوعدك ان شاء الله القناة الزراعية تشرفنا في معرض ايطاليا، لابد ان تكون باذن الله على دماغنا واحنا قبلنا الدعوة من الوقت، وتساعد الفلاح المصري، ونسعى انا فلاح مصري بعرض نفسي على الجانب اليوناني لو انت ان انا اكون مدرب يعني. وإن شاء الله قبلت الدعوة لحضور ماك فروت في إيطاليا. أهلا وسهلا دكتور، بشكر حضرتك. شكرا يا فندم، شكركم جزيلا، وتصبحوا على ألف خير.